أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. وفي بداية الحلقة أحب أرحب كمان بضيف العزيز وصديق العزيز الدكتور أوسم وصفي، وهو غني عن التعريف، وخادم وكاتب ودكتور نفساني ومؤسس مؤسسة الحياة اللي تحت وزارة التضامن الاجتماعي، وهو كمان الفاوندر بتاع برنامج بليس، وهو غني عن التعريف. وأنا بعتز بصداقته جدا، وفي كل مرة بتقابل معاه في الحلقة أو بنتكلم هو بيتحدى فكري وبيدعونا إلى التفكير، ودي واحدة من المواهب اللي بيتميز بيها الدكتور أوسم. كمان نفسي أبارك للشعب المصري إنجاز الخطوة الثانية من اللي هو الاستحقاق الرئاسي بتاع الخطوة الثانية من خريطة الطريق، وأيا كانت النتيجة بالنسبة لك ده يدعونا للصلاة، سواء كنت مع المرشح الفائز أو الغير الفائز، ده يدعونا إن احنا نكمل صلاة لمصر إن ربنا يصنع ما في قلبه لهذا البلد الجميل والعظيم. في بداية الحلقة بتاعتنا النهاردة، الحلقة بتاعتنا عن موضوع جميل، وأنا طلبت إن التليفونات تبقى مفتوحة من الأول، ويبقى اليوم المفتوح في كل الأسئلة. إحنا يبقى عندنا موضوع نتمنى الناس تسأل فيه، لكن أنا طلبت إن الأسئلة تبقى اللي يحب يتكلم في أي وقت يقدروا يدخلوه، عشان يمكن دي تكون آخر حلقة في سلسلة حلقات إنسان الملكوت في برنامج جه وقتك. هقرأ بعض الآيات تدينا فكرة عن موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. هقرأ من رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 ومن عدد 8 من عدد 7: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطائنا. أقرأ كمان من أصحاح 5 والعدد الأول والثاني: كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله، إذ أحببنا الله وحفظنا وصاياه. دكتور أوسم، موضوع أنا في كتاب برضو وقع في إيدي عن المحبة. هو مش في إيدك، أنا قلته لك. يعني وقع في إيدي، أقصد لسه أنا ما قريتوش لسه، بس بصيت على الإيميل اللي أنت بعته لي على بعض العناوين فيه، ما قريتش تفصيلات. لكن أنت عندك بتقدم المحبة في الكتاب على ما يبدو من توجه مختلف عن التوجه التقليدي المتعارف عليه عن المحبة. لأنه المحبة اللي بيطالبنا بيها الكتاب، مش بيطالبنا، خلينا نقول اللي يعطيها لنا الله، ويطالبنا أن نحب زي ما قريت حضرتك، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، بس المحبة اللي بيسكبها في قلوبنا إحنا مطالبين أن نعطيها للآخرين. بس هذه النوع من المحبة تتطلب نوع من الحياة، فيبقى صعب أن أنا أحب بهذا النوع من المحبة وأنا مش عايش هذا النوع من الحياة. أي نوع من الحياة؟ الحياة اللي كان عايشينها المؤمنين الأوائل. الحياة دي تسربت من بين أيدينا. يعني زي مثلا أنت عايز تلعب، أنت لاعب عايز تلعب في الماتش كويس، وأنت مش عايش حياة الرياضي. فده اللي دي الازمه اللي احنا واقعين فيها. احنا بنطالب لما نيجي نوعظ بهذه المستوى العالي من المحبه، زي ما حضرتك قريت: ليس احد حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه من اجل من يحب، وهذه المحبه التي احبنا بها الله ارسل ابنه كفاره، وهو المسيح بيقول احبوا بعضكم بعض بنفس النوع من المحبه. يعني انت عايز تقول يا دكتور أوسم ان المحبه عشان اوصل للليفل ده، او انا مش واصل للليفل ده لاني لا اتمرن، لا اتدرب، مش عايش على هذا النوع من المحبة. يعني علشان انا اقدر احب المحبه اللي هي غير مشروطه، اجابي، اللي هي بتبان في ثلاث حاجات في منتهى الصعوبه لما نيجي نتكلم عليها ونوعظها، يقولوا يا جماعه الاسس دول، الخدام دول عايشين مش عايشين في الواقع، خلينا واقعيين، مجتمعنا، الناس طبعا الناس بتتفرج عليه بتقول كده. طبعا. ليه؟ لانه فعلا صعب بل مستحيل ان اعيش هذا النوع من المحبه اللي فيها عطاء غير مشروط، اللي فيها تضحيه، اللي فيها غفران. دي علشان اعملها لازم اعيش لايف ستايل معين. اللعيب اللي بيجري مش عارف كام كيلو في المباراه ده عايش بطريقه في كل ايام الاسبوع ما بين كل ايام حياته بروفيشنال، عايش في الجيم، عايش بيتدرب الى اخره. طيب ايه التكه، يعني ايه التكنيك اللي يخليني اعرف احب بهذه الطريقه؟ ببساطه شديده جدا، يعني اخرج من نفسي للاخر.
يعني ايه اخرج من نفسي للاخر؟ يعني اعرفك، اعرفك بعمق. مش يمكن لما تعرفني بعمق ما تحبنيش؟ لا، عارف ليه بقى؟ لما اعرفك بعمق احس بيك، مش معنى ان انا هقول لازم اعجب بيك، بس هحس بيك. وانت ما تعرفني بعمق مش بالضروري تعجب بيا، بس هتحس بيا. بس ده نوع، ده دي ممكن تكون تعاطف مش محبه. اه، ما هي يعني التعاطف، انا هتعاطف معاك. ايوه، ما هو التعاطف ده بقى هو الذي يجهز المسرح لسكب محبه. اجابي بيقول يوحنا الرسول هذا نوع من المحبه مش مننا، بس بيقول لي نحب لان المحبه هي من الله. يعني ايه؟ جهز نفسك لاستقبال المحبه اللي من الله. يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ انا نفسي المشكله كلام عملي جدا. اصل انا عايز اقول لك، معلش خليني افتح قلبي. احنا مرات بيجي لنا ناس كتيره في المشوره وبتقعد معاهم، وبعدين تقول له المشكله الحب، انك مش قادر تحب فلان او فلانه. طب يقول لك طب انا مش عارف احبه. ايوه بالظبط. المسيح كان واضح جدا في القضيه ديت. المحبه يعني قالها ببساطه كده، اللي يسموها ذا جولدن رول، كما تريدون ان يفعل الناس بكم هكذا افعلوا انتم ايضا بهم. الجولدن رول ده يعني ايه؟ يعني حط نفسك مكان الاخر. ما ده معناه بس هل ده، خليني بقى ارجع للبدايه عشان التليفونات ابتدت تيجي من بدري. ده يخلينا نحط ديفينيشن للمحبه الاول. ليه؟ لانه لما احط نفسي مكانك ممكن اعمل اقبل اختياراتك لما احط نفسي مكانك واتعاطف معاك، لكن ليس بالضروره اني احبك. ايوه، ده ما ينتجش حب لما احط نفسي مكانك. انا بقول لحضرتك ان ده المحبه هي من الله، مفيش اي حاجه احنا نعملها تنتج هذا النوع. فاحنا متفقين على ده. المحبه هي من الله، اجابي المحبه الغير مشروطه لا تاتي الا من كيان غير مشروط. احنا انا وانت كيانات مشروطه. يعني ايه؟ يعني بنتاثر. يعني انا عندي احتياجات، انت لو جيت على احتياجاتي، لو جيت عليا شويه 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 مش عارف احبك. لكن اللي مش محتاج، الذي وجوده غير مشروط، هو الله. النفس الشبعانه يعني الى اقصى، لا نستطيع ان نؤذيه، لا نستطيع، ليس لدي احتياجات منا. كويس؟ عشان يقول لسنا نحن الذين احببنا الله بل هو الذي احبنا. هو صاحب المبادره، محبته غير مشروطه لانه هو خالق، ولانه هو في كيانه محبه، ولانه مش محتاج لحد. فالمحبة هي من الله. اللي احنا ممكن نعمله، هو بيقول بقى لنحب. لو المحبة هي من الله واحنا ما عندناش حاجة نعملها، يبقى ما يقولناش لنحب، بيقولوا حبه. طب حبه دي يعني الجزء الإنساني اللي احنا نعمله عشان أبقى مستقبل جيد لهذه المحبة، أعرف استوعبها، أعرف أقبلها. المسيح قال إيه؟ كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم هكذا افعلوا أنتم أيضا. يعني إيه؟ يعني حط نفسك مكان الآخر. طب أحط نفسك مكان الآخر ده معناها علاقات حميمة. يعني ايه علاقات حميمه؟ يعني علاقات فيها نتعجن في بعض. ودايما المسيح اختصرها بكلمه واحده بس، جو، اذهب. ايوه بص يا دكتور اوسام، احنا مرات لما بنتعجن في بعض بنكره بعض. ممكن ناخد تليفون؟ طيب عشان في ناس كتير. عاد بنت الرب من المنيا، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي، اهلا بيكي. انا كان عندي مشكله. اتفضلي. انا عندي خطيه، انا مش عارفه ابطلها. كتير جدا صليت، كتير جدا ان انا اخد عهد ان انا اخد قرار ان انا ابطلها، مش ارجع لها تاني. بيجيني وقت ان انا بعملها برضه، مش عارفه برضه ان انا اخلص منها او ان انا اتركها، فمش عارفه اعمل ايه. كتير جدا لما بصلي احس ان انا مبسوطه وفرحانه وعايزه اسمع واشبع من كلمه ربنا كتير، وبيجيني وقت اكون متضايقه، حاسه ان مش هو الفرح اللي انا عايزاه. على فكره يبان صلب الموضوع، صلب الموضوع، لانه انا كنت لسه بتكلم مع حد قبل ما اجي. عندما لا نستطيع ان نحب الاخرين فاننا نحب الخطيه. اكيد، ما انت لازم تحب، تبقى صديقتي، انت هتحب حاجه. دايما الخطايا اللي من نوع الاخت تتكلم عليه ده، دايما الخطايا بيغذيها العزله والانحصار في النفس. هذا النوع من الخطايا اللي هي مسيطره، اللي هي بيسميها في عبرانيين الخطيه المحيطه بنا بسهوله، اللي هي مش عارفين نطلع منها برغم اللي صلينا كتير. ليه؟ لانه مش القضيه الصلاه. عشان اطلع من الانحصار في النفس اروح لك، قال اذهب ولا اروح لربنا؟ الاثنين. ما هو اللي حب. يعني انا يعني خليني انا العب الدور الاخر كما زي ما بنتفق دايما. انا شايف انه
لو انا الشانل او القناه او اللي بيوصل لي المحبه بتاعت ربنا مسدوده، وبعمل حاجات صلوات وقرايات واسمها تعزيه، بس النبع ده مش نازل ليا، هفضل جعان لحاجه تشبعني. انت عارف المسيح ربط النثبت في محبته، قال ايه؟ ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. طب ايه وصاياك؟ قال لي هذه هي وصيتي، ان تحبوا بعضكم بعض. يعني لما افتح القناه اللي فوق يعني الاثنين لازم يبقوا مفتوحين. لما دي بتتسد، دي بتتسد لما افتح قناتي على الناس. يعني لو دي اللي بتتسد دي بتتسد، مش العكس. الاثنين اصل لو دي مسدوده لا يمكن، لو الاولانيه مفتوحه لا يمكن الثانيه. لو واحده مسدوده الثانيه بتتسد على طول، سواء اللي فوق مسدوده دي تتسد، اللي تحت مسدوده دي تتسد. ان من قال اني احب اخاه وابغض، احب الله وابغض اخاه، فهو كاذب. دي مسدوده، لما دي تكون مش سالكه دي على طول بتتسد. نقول لها ايه؟ اقول لحضرتك بص بقى، لازم دي الثقافه بقى، فكره ان انا ايه. شوف هي ما قالت ايه، عندي خطيه وصليت كتير. انا اللي بيبقى عنده كده بقول له ايه، شوف حد شاركه، اعترفوا بعضكم لبعض بالذنبات، في النور، وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. واضحه، مش ما فيهاش فصال. لما قال ايه بقى، انت الانحصار في النفس ده هي اللي بيخليني اصاحب الجنس وصاحب الشوكولاته وتبقى ديت صاحبتي. دكتور اوسم، يعني انا معلش، يعني انا مقتنع باللي بتقوله، انا معاك، يعني انا مش مختلف عنك، بس في حتت في الصعيد وفي حتت في اماكن صعب جدا. ما هو يا جماعه يعني ما هو دي حاله جايه من المنيا، من الصعيد. ما الكنيسه لازم تبقى مختلفه عن الثقافه اللي حواليها. اللي حصل ان العكس هو اللي حصل، العكس هو الصحيح. الثقافه تؤثر في الكنيسه، طول ما الثقافه بتؤثر في الكنيسه وليس الكنيسه تؤثر في الثقافه. ياما اسس خدام فضحوا الناس. ما هو ليه؟ لانه الثقافه دي مش موجوده، واحنا ضروري ان احنا ليه؟ لان لما بنيجي نتكلم عن حل المشاكل زي دي تقول لك صلي، ما بنقولش الحل ده، فاحنا مش بنزق عشان نغير الثقافه، فالثقافه ما تتغيرش. قال لك اذهب، ان اخطا اليك اخوك اذهب، وان قدمت قربانك على المذبح تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اترك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. يعني حل الانحصار في النفس، مش ان اقول يا رب حررني من الانحصار في النفس. طب ان انا اذهب. طب يا دكتور، العتاب والاعتراف اصعب حاجتين بنعملهم. هل المرحله العمريه او الضغوط الجنسيه او اي حاجه بتلعب دور في الحته دي؟ طبعا يعني بتلعب دور، بس مش دور الوحيد. ولا هي الدور العلاج بتاعها ان انا اروح واذهب واقول لحد انا عملت الحاجه اللي طبعا في احتياج. طبعا في احتياج، بس الضغوط النفسيه لمرحله المراهقه او المرحله العمريه صحيح، او حياه العزوبيه لسن طويل او كده، بس هيفضل احتياج محتاج يتسدد. لكن لما يبقى هذا الاحتياج يتحول الى وحش غول يفترس الانسان، يبقى مش قادر يطلع منه. احنا عندنا احتياج جنسي، بس احنا لان عندنا احتياجات اخرى نفسيه لا نسددها بالطرق المناسبه ليها، فبنكومها كلها ونطلب من الجنس انه يبقى صديق ويبقى اخ ويبقى اب يعمل ويبقى كل الشغل، يعمل كل الشغل، فطبعا بينتفخ. نطلب من الاكل انه يبقى صديق ويبقى اخ ويبقى اب ويبقى ام ويبقى عيله ويبقى بتاع، لان ما فيش حد بيحبني لاني عايش لوحدي. طيب لما اقول لحد اخرج بره نفسك واتكلم، يقول ما حدش هيحترمني، ما حدش هينظروا ليا، هيفشوا اسراري. المجتمع مش عايز مريض. طب المجتمع مريض. لما واحد ما لازم انا استسلم لمرض. لما واحد بيقول لي كده اقول له طب لو واحد جه اعترف لك بكده هتفضحه؟ يقول لي لا طبعا. يعني انت احسن منه. هي دي بقى الخطيه بقى، انا احسن من الناس. الناس هوحشه انما انا كويس. لكن بنكتشف لما بنيجي نعمل كده، لما بنيجي نتلم جماعه مع بعض ونقول هنعمل كده، بنكتشف انه ولا حد، انا ما شفتش حد فضح حد في الكارير بتاعي. يمكن بتحصل، يمكن بتحصل على المستوى اللي هو خدام واسوس ومش عارف ايه وفي القرى الصغيره، لكن لما بنهجم كلنا وبنعملها مره. بص احنا مش بنطلع على البحر نقلع كلنا، ما حدش بيبقى حاسس ان هو عريان لانه كله مع بعضه. لكن لو واحد لبس مايو مشي في الشارع وسط الناس لابسه، طبعا هيحس بالخزي. لما كل الكنيسه تعمل كده مش هيبقى فيه خزي. انا مقتنع جدا، انا شايف ان المحبه دواء شافي لكل الامراض. طبعا شافي للمرضين اللي هم الروحيه والنفسيه. شافي الحاجتين اساسيتين هم سبب كل الامراض الروحيه والنفسيه، الخوف والخزي. لما انا اقول لك على اللي واجعني وعلى اللي انا حاسس فيه بشيم، وانت ما توافقش عليه وما تقلدنيش. ليه؟ لان هو انا دي مش بس كده، في واحده فوق. لكن تفضل تحترمني زي ما كنت بتحترمني، لكن في نفس الوقت تفضل بتساندني عشان اقاوم اللي انا واقع فيه.
الخزي بيروح. المحبة تطرد الخوف. هو احنا عندنا لبس بنربط الخطية والضعف بالإنسان، بنصف الإنسان بخطيته، ده حاجة وده حاجة. أنا مش وده يعني عكس الإنجيل، وهي دي القضية عكس الإنجيل، هي قضية الفصل. أنا معانا ملاك بس أخده. اتفضل يا ملاك. اتفضل يا ملاك، أهلا بيك. الملايكة تبقى معانا. ألو، معانا أسامة، أسامة من القاهرة، اتفضل، أهلا بيك. ألو. ألو، أهلا. مساء الخير. مساء النور. كنت عايز أتكلم عن المحبة. الرب يسوع نفسه لما جه يتكلم قال وهذه وصية جديدة أوصيها لكم أن تحبوا بعضكم بعض. فالمحبة بطريقة تسأل من الرب يسوع. أيوه. فمهم جدا الإنسان حتى نفسه. لما كان أخويا بيتكلم دلوقتي عن إني إن أخطأ إليك أخوك، بيتكلم عن مهمة، نقطة مهمة جدا. خذ معك إثنان فتكون كل كلمة الوثن والعشار. الوثن والعشار دي بمعناه أحبه أكثر، لأن كان الرب يسوع نفسه محب للعشرين والخطاة. فدي فعلا صميم المسيحية هي المحبة، واللي فعلا ينقصه داخل كنائسنا أو داخل مسيحيتنا بمعنى أصح هي المحبة دي اللي فعلا نصلي من أجل أن ربنا يدينا نعمة إن احنا فعلا نعلن التراغب والقوة عن المحبة. شكرا يا أسامة، ميرسي. شكرا يا أسامة. معانا ملاك، تفضل يا ملاك. ملاك تفضل. طيب، في بمناسبه اسامه لما اتكلم، الايه اللي كتبها يوحنا في الرساله الاولى واصحاح 2 عدد 7، ايها الاخوه لست اكتب اليكم وصيه جديده، بل وصيه قديمه كانت عندكم من البدء. الوصيه القديمه هي الكلمه التي سمعتموها من البدء، ايضا وصيه جديده اكتب اليكم، ما هو حق فيه وفيكم ان الظلمه قد مضت والنور الحقيقي الان يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، ومن يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة. أنت ما تقولي كلام تقولك أنا ما بكرهش حد، بس أنا مختصر، أنا ماليش دعوة بحد، أنا ماليش دعوة بالناس. طب ما بيختصر ليه؟ بيختصر عشان مش بتثق. مش بتثق ليه؟ لأن أنت حاسس أنه نعمة الله خلصتك أنت وحدك وأنت أفضل الموجودين، فيجب أن تحافظ على نفسك من شر الأشرار الذين هم حولك. الممارسة والتدريب اللي يخليني أبقى جاهز لاستقبال سكيب المحبة الإلهية هو الحاجتين اللي أصعب حاجة علينا، إن أنا أروح أعاتب وأروح أعتذر. أروح أقول لك أنا آسف لو أنا اكتشفت إن أنا غلطان، ولو انت غلطان في حقي وانا مش شايف لك عذر اروح اقول لك. وكمان المهاره بتاعت العتاب، يعني في احد الساندويتش تكنيك، احد الاخوه يعني اتعلمت منه 5 خطوات للعتاب. لما نيجي نطبقها على كل العتاب اللي هنعمله نكتشف ان احنا ما بنعملش عتاب خالص. طب ما تدينا ال5 خطوات دول بس عشان المشاهدين. بس محتاجين تدريب. لما هقولهم كده هيبانوا غراب جدا. لكن اول حاجه ان انت تقول اللي حصل، يعني تحكي اللي حصل من غير ما تعمل له اي تفسيرات. يعني يا قسيس سامح، المره اللي فاتت لما دخلت عليك في الاستوديو صبحت عليك قلت لك مساء الخير، انت ما ردتش عليا وكنت بتتكلم مع التكنيشنز والمخرج وكده. عادي بقى، متكبر، اعمل ايه؟ طيب انا ما قلتلكش انت جرحتني، ولا قلتلكش انت دمرتني، ولا قلتلكش انت ما بتحترمنيش، ما اتهمتنيش، ولا قلتلك انا مجروح او انا زعلان منك. اول كلمه بنقولها انا زعلان منك، لا، انا بقول يا قسيس سامح يوم كذا لما حصل كذا 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 كذا، مجرد سرد معلومات مجرده لما حد. بعدين اقول احساس، انا حسيت باهانه، انا حسيت، انت ما اقولكش انت اهنتني، اصل ده مش عتاب، ده لوم. مش بيكذب والمشاعر انا حسيت اتس اباوت مي، انا حسيت باهانه لاني مش لانك اهنتني، لاني فسرت ده ان ده عدم اهتمام بي، انا فسرته. يعني انا بقول ان ده تفسيري ليس الحقيقه، انا تفسيري كده ربما يكون حقيقه ربما مش، فانا بديك فرصه انك تقولي لا انا فهمني غلط. انت فاهم انا، وانا انا انا ده اللي حصل،
انا حسيت لاني فكرت انا عندي احتياج، انا بحب لما اسلم على حد يرد عليا. وخمسة انا عندي مسؤولية، وانا كمان بغلط، بغلط الغلطات دي وغيرها واكتر منها، فعايزك يا قسيس سامح عشان تفضل علاقتنا زي ما هي وتبقى احسن، ان لما تحس مني بحاجة تروح تقول لي، تيجي تقول لي زي ما انا بقول لك كده. في تكنيك تاني انا اتعلمته، مفيش لوم في الحياة، التكنيك ده جميل قوي. بس في تكنيك تاني عبارة عن ثلاث خطوات مش خمسة، يعني نختصرهم شوية، بيسموه الساندوتش تكنيك. الساندوتش عبارة عن اتنين توست وبينهم التشيز او السلامي او اي حاجة، فبتاخد التوستة الاولانية وتحط عليها الزبدة او المايونيز او اي حاجة، انك بتبدأ الحوار مع الشخص اللي هتعاتبه بكلام ايجابي، بتكسب انتباهه وودانه بحاجات حقيقية فيه ايجابية، يعني مش بتضحك عليه، بتقوله مواقف ايجابية، وبعدين بتقول له ان في، بس في موقف صغير اللي هو الحشو بتاع الساندوتش التشيز او الوات ايفر السلامي، انا ما انبسطتش قوي لما ما سلمتش عليا باهتمام، او كنت بتلعب في الموبايل وانا بتكلم او كده. الحاجه الثالثه بتختم بحاجه ايجابيه بتتوقعها منه في الوقت الجاي، فانت كسبت انتباهه وشديته. لو دخلت قلت له انا زعلان منك، هو الديفنس ميكانيزم بتاعه على طول الحيل الدفاعي، انت اللي حساس وانت اللي مش عارف، وشوف دكتور وروح لاوسم يعني لكن ده ما عادش نعمله بقى ليه؟ لا مش متعودين نتكلم، ده محتاج تمرين. الاول اتكلم، نفتح قلبي قدام حد، انا بفتح لك، انا ببقى فولنربل قدامك، انا بفتح لك ضعفي، انا بدي لك الفرصه انك تقول لي ان انت حساس زياده عن اللزوم، انا بدي لك الفرصه ان انت تقول لي انت بتفهم ما بتفهمش، انت فاهم غلط، بديك فرصه نعمل خناقه، هاخد وجيه من اصيل، بس انا ببقى مفتوح. وجيه اتفضل يا وجيه، اهلا بيك. وجيه اتفضل. ممكن تكلمني من التليفون مش من التلفزيون؟ هلو، اهلا يا وجيه اتفضل. وجيه على الهوا خلاص، انت على الهوا يا وجيه اتفضل. الو، ايوه يا وجيه انت على الهوا. ايوه ده خير، مساء النور. انا دكتور، ممكن توطي التلفزيون شويه؟ انا ما عايز خالص عن التلفزيون. طب اهلا بيك. من بدايه الانجيل يا استاذ يا دكتور، بتكلم عن محبه، انجيل يوحنا، انجيل متى 5، بتكلم عن ادب، رساله كورنثوس الاولى كل الاصحاح كله عن المحبه. كنت اتكلم عن سنه الناس والملائكه، وليس لي محبه كثير في الرساله، محبه في الرساله وفي انجيل. ورساله يوحنا الثانيه بتكلم عن المحبه. الانجيل كله بيتكلم عن المحبه. ربنا معايا المحبه في الايمان. ربنا يباركك يا وجيه، ربنا معاك، ميرسي. نيفين من القاهرة أهلا بيكي. ألو، طيب أرجع الخط اتقطع، أرجع للجزء اللي كنت بقراه من رسالة يوحنا الأولى، الوصية القديمة والجديدة، لأن الناس عندها لبس فيها. الوصية معروفة القديمة، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، ومثلها تحب قريبك كنفسك. ده العادي، ده اللي الناس عارفة، أنك تحب ربنا وتحب قريبك. لكن هي قديمه ولا جديده؟ هي جديده طبعا، رغم جديده في ابعادها. يعني المسيح قال لهم انه تحبوا بعض كما احببتكم انا. مقياس تاني بقى، يعني مش ممكن احب بالمحبه بتاعته الا اذا هو سكبها فيه، لكن انا لازم اكون اناء صالح لهذه المحبه. اثبتوا في محبتي، يعني انا بتصورها كده، ان في دش نازل، اركز اقف تحت الدش، يعني انت مش هتطلع المحبه دي منك، هي هتستقبلها، بس اثبته في محبتي. زي الغصن في الكارما، هو مش بيجيب العصاره دي من نفسه، بس المفروض ان هو يثبت. فالثبات ده يكون ايه؟ قال هذه وصيتي، ان حفظتم وصاياي فاثبتونا في محبتي. طيب في السياق ده ما قالش غير حاجه واحده، هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعض كما انا احب. ده الجديد، الناس كتيره بتقول هي الايه ليه بيقول جديده وليه بيقول قديمه؟ انا بوريك اهو، يعني مكتوب في العهد القديم تحب، انا وريتكم بقى بالبرهان العملي الحب قد ايه وازاي. ما هو المسيح ايه؟ جاء الى عالمنا، خرج من نفسه الينا، والخروج ده فيه vulnerability، في يعني فيه تعرض، وقتلناه بالفعل. يعني ايه حبوا محبه تعرضون فيها نفسكم للاخر، تعرضون فيها نفسكم للايذاء. محبة فيها مخاطرة، مش كما أحببتكم أنا، هو حبنا محبة فيها مخاطرة. إحنا مش عايزين مخاطر، إحنا عايزين نلعبها سيف. المحبة مش سيفتي،
المحبة love is vulnerable زي ما بيقولوا بالإنجليزي. المحبة سي اس لويس بيقول أن تحب آخر هو أن تضع قلبك في يده، فربما يحافظ عليه وربما يعتصره. لكن عندما تحاول أن تحافظ على قلبك غير معصورا فأنت لم تحب. ناخد تليفون معانا ونكمل الحوار الشيق. أهلا بيك. ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. لو سمحت كان ليا مشكلة بالنسبة لخطايا القلب. خطايا القلب؟ زي الخطايا في القلب زي الكراهية أو الحسد أو الغيرة أو الحقد. الخطايا دي كلها بتبقى موجودة في القلب ويبقى صعب الإنسان يعني تبقى هي جواه، هو ما خرجتش بره، هو بيفكر فيها بس من داخله. صليت كتير إن أنا مثلا لو بغير من حد أو بكره حد الصفة دي بتتغير، بس لازالت موجودة، بس هي حاجات داخلية مش عارفة أغيرها بقى إزاي، يعني تبقى من جوه ما فكرتش فيها إزاي. نفس القضية، نفس القضية. يعني أنا دلوقتي أنا لو بغير منك أسي سامع كويس؟ وانت مضايقني في كذا وحاسس ان انت متعالي وكذا وكذا، لو جيت في يوم كده قلت لي اوسم انا عايز اتكلم معاك وانت فتحت لي قلبك وسرعاتك وسرعات معاملاتك مثلا، ههزمك جواك، ههزمني، هتخليني احبك، مش هتخليني احبك، اولا هتسقط كل الغيره والمش عارف ايه. نحن نغار لاننا منعزلين، نحن لا نرى بعضنا البعض، نحن نرى الصور ونسقط افكارنا على الاخرين ونرى فيهم انفسنا. احنا لو خرجنا من انفسنا للاخر ونكتشف انه كلنا من الداخل نعاني نفس المعاناه وكلنا زي بعض. مش عارف خليني برضو الحته دي بتاعت الغيره والحسد. هل لو انا فتحت نفسي هخف من الغيره والحسد؟ ولا مرات الغيره والحسد دي ليها علاقات بامراض نفسيه وتربيه غلط ومش عارف ايه انا بتكلم على نورمال. يعني أحياناً الواحد يحتاج مساعدة، لكن نسبة اللي بيحتاج مساعدة متخصصة نسبة قليلة، ما زالت قليلة. لكن أنا بتكلم على، وحتى اللي بيحتاج مساعدة متخصصة لازم يعمل ده برضه، لكن عليه أشياء إضافية. يعني هو العلاج النفسي إيه؟ هو العلاج النفسي إيه غير أنت بتروح تفتح نفسك لواحد؟ بس هي الفكرة يقول لي إيه، أنا أفتح لنفسي ليك أنت لكن مش لحد. يا عمي أنت ما تعرفنيش، لكن صاحبك اللي انت متربي معاه تعرفه، فانت بتثق في اللي ما تعرفوش واللي تعرفه ما بتثقش فيه عشان انت دكتور. يعني ايه دكتور؟ ده انت دكتور بس ما تعرفنيش، لكن ده صاحبك. ما هي الفكره بقى ان احنا نعيش، والثقافه نوعين من الثقافه القبليه اللي هي قبل تكوين المدينه، فكل الناس عايشه في حته لوحدها، فالعزله طبيعه في الثقافه القبليه. الثقافه القبليه تعولمت واصبحت سائدة بفعل عوامل كثيرة، نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى المدينة أصبحت خلايا. يعني أنا عشت 15 سنة في عمارة ما عرفتش منها غير اثنين ثلاثة، لأنه أصلا لما لو اتقابلنا بالصدفة على السلم أو أنا اخترت مؤخرا، يعني قبل السنة الأخيرة قبل ما أمشي من عمارة، أن أنا أخذ مسؤولية العمارة وما فيها أنت تعلم بقى من المشاكل، علشان يبقى ليا أي علاقات بأي حد، أي حاجة نتكلم فيها. معنا تليفون بس هناخده ونكمل. سمعان، اهلا بيك يا سمعان، اتفضل. ربنا يخليك، مساء الخير يا استاذ سامي. مساء النور. وبمس على الدكتور اوسم، مساء النور، ربنا يعوض تعب محبتكم. اهلا بيك. ربنا يخليك. انا كان عندي سؤال يا دكتور، ان انا في نطاق الشغل والعمل، يعني انا مفتش اغذيه في الصحه، فبتعامل مع زمايلي يعني بمحبه وبتسامح، لكن احيانا يعني في العمل بيعتبروا ان هو ضعف، او بيلاحظوا ان في الشخصيه دي انا ضعيفه قدامهم، فبيتحملوا عليا او في النقطه دي بالظبط. فاعمل ايه ان انا اتعامل بمحبه وتسامح وفي نفس الوقت اخد حقي واكون حازم؟ النقطه دي مش عارف اظبطها مع بعض. خليك معانا يا سمعان، ده سؤال مهم قوي، بس معانا تليفون تاني ناخده وتابعنا هنجاوبك دلوقتي يا سمعان. زكي اتفضل، اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور. انا عايز احيي حضرتك والدكتور اوسن مع البرنامج الرائع. كان عندي سؤال. اتفضل. هو لو انا في حد معايا في الكنيسه و يعني بيعمل اخطاء كتيره، ولو انا عاتبته واخصمه، يعني او لو هو ما بيقبلش العتاب، يعني ما عندوش استعداد ان حد يكلمه في اي سلبيه في حياته. انا اتحداك انك تعمل الخمس خطوات اللي قلناهم دول، او الساندوتشات، الساندوتش اللي قاله القسيس سامح ده، وانت مش هتخسره. انت سمعتها؟
لا هو ما عنديش استعداد انه يقبل اي نقد من اي حد. لا انا انت مش عايزك تنقده، انا مش عايزك تنقده. زكي انت سمعت الدكتور اوسم بيقول لما تعاتب شخص قال على 5 خطوات ما فيهاش نقد خالص، وانا قلت على كده 3 خطوات او ساندوتش تكنيك. 3 خطوات انا كتبت الحاجات دي، دي هتساعدك قوي. جربها بس هل لو عندك حد ما بيقبلش اصلا انك غير مسلبيات، هل الخطوات دي هتكون فعاله معاه؟ ما بيقبلش النقد، بس ده مش نقد. العتاب مش نقد. لا لو ما سمعتش زكي الحلقه او في احد المشاهدين دخلوا متاخرين، الحلقه بتتذاع يوم السبت الساعه 1 او 2 تقريبا، الساعه 2 على قناه القرمه وعلى اليوتيوب بعد البرنامج مباشره. انا عايز ارجع دكتور اوسم للموضوعين بتوع سمعان وزكي. سمعان بيقول حاجه واقعيه ودي سمعه المسيحيين في مصر تقريبا او في الشرق. لما بتتعامل مع محبه من الناس، يعني سوري في اللفظ اللي هقوله، تفتكروك يعني ضعيف او خايف منهم او ما هو برضه عشان ده يعني برضه قله تعبير المحبه في المجتمع المحبة مش فاهم. ما هو الوصيه القديمه تحب قريبك كنفسك، تحب نفسك، تاخد حقوقك بس تبقى مستعد تنزل عنها. يعني اللي هو المثل اللي قاله او التعليم اللي قاله اخونا اظن وجيه او كده اللي هو مات 18 ده نقعد ندرس فيه ونتدرب فيه، اللي هو ايه؟ ان اخطا اليك اخوك اذهب واعتب. اذهب واعتب. طب ايه المنطلق يعني من اي منطلق انت بتذهب وتعاتبه؟ ان انت في حق تاخد وانت عايز تاخده، في حق ليك حق بتطالب بيه. لاي درجه؟ يعني شوف بقى يعني الدرجات. ما دي مهمه قوي. شوف بقى الدرجات. ان لم يستمع اليك ما قالش خلاص سامحه وخليك انت مسيحي وحب ومش عارف ايه، خد حد ليه؟ لانك بتحب نفسك، لانك عايز تاخد حقك. انت عايز توصل للوضع المثالي اللي هو ايه؟ اللي هو تحب نفسك وتحب قريبك وتخليه يدي لك حقك وانت تدي له حقه، اللي هو ايه؟ فضالتكم لاعوازهم وعوازهم لكي تحدث المساواه، اللي هو ايه؟ اللي هو تحب قريبك كنفسك مش اكتر من نفسك. فانا ايه اللي بيتخليني اروح اجيب واحد تاني؟ لاني عايز اكسبه ومش عايز اخسر نفسي. فعايزين نوصل للحاله اللي هو ايه؟ نتصالح. يعني ايه؟ يعني اذا كان ليا حاجه يدهاني، اذا كان ليا حاجه ياخدها، اذا كان غلط في يعني ممكن ما تكونش القضيه حق وباطل، لكن ممكن تكون القضيه فهم المحبه غلط. يعني ما فيش حاجه منك حاجه منك فهم المحبه ده بتقول سامح ده كده ده ندوس عليه فهم ان المحبه عليه نتريق عليه كده، يعني ان المحبه ان الواحد يسيب حقه. لا بالعكس، المحبه ان الواحد يوصل لاخر مدى للوصول لحقه دون اعتداء على اعلى درجه. ايه عشان معايا التليفون عايز ما هو بقى ايه؟ قالك خد معاك 2 لك انت ممكن لم يسمع لهما، ما تسكتش برضه. كل الكنيسه يعني كل الاوثوريتي للسلطه، ممكن تكون بقى المحكمه، ممكن تكون بقى اي حاجه تانية. لو بص بقى يعني بص يعني العالمي بتكلم يعني لو بنتكلم الكلام ده مع المؤمنين، نتكلم على اخ بيقول لهم اذا لم يستمع للكنيسه فبقاش اخ. قال لك كالوثني والعشار، يعني انتفت، عملت ريديفينيشن للعلاقه، عملت اعاده تعريف للعلاقه، لم يعد اخا الذي لا يستمع لك ولا للاخوه ولا للكنيسه. كويس. فيبقى ايه الوثني والعشار؟ تتعامل ازاي مع الوثني والعشار؟ قانون، بالقانون بتحتمله. قال لك تحتمل. المسيح قال ان ما سخر كميلا فسير معه 2. اللي كان بيسخر ده هو الوثني اللي هو الروماني. والعشار المسيح لما جه قال له هات الفلسين ما عملش خناقه، راح قال بطرس روح طلع معناش فلوس نشحت من ربنا ونديله لكي لا نعثره. يبقى بستحمله لكن ما ليه فيش عشم بتاع الاخ خلاص. كان الوثني عشان احبه واستحمله على قدر طاقتي بقى، يعني قادر استحمل استحملش، مش قادر استحمل ارفع قضيه اخد حقي. ده يرجع اخد تليفون. ساره معانا من الاقصر، اهلا بيكي. اتكلم من التليفون من فضلك مش من التلفزيون. الو سارة، اتفضلي يا سارة. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. بس سؤالي، خليك اسمعينا من التليفون، اقفلي التلفزيون واسمعينا من التليفون. ماشي حاضر. اوكي. طب سؤالي هنا، ترى المسيح قال حبوا اعدائكم، ازاي انا احب اعدائي؟ ازاي احب اعدائي وانا مش عارفه احب اعدائي فاكر ليه؟ طبعا فهم ازاي احب اعدائي. شكرا يا ساره. ازاي الكلام مظبوط؟ ازاي مش عارف احب اخواتي احب اعدائي ازاي؟ هو كتاب احب اعدائكم، دي بقى دي الدكتوراه، دي فين؟ دي جائزه نوبل. اعملها ازاي؟ ابتدي يعني زي ما دواير
لو انا مش عارف اروح اعاتب اخويا احب عدوي ازاي؟ لما انا بقى هتدرب في اخواتي وهكتشف بقى ان اخويا اللي اذاني ده هو 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 تعبان، هو عنده كمان مشاكله، اخرج من نفسي فاقدر اقدر واسامح. لما اعمل ده كتير اقول ان العدو ده اكيد برضو عنده حاجه، بقيت بفهم الناس، بقيت بعرف اطلع واحط نفسي مطرح الناس واشوف انه كتير من المرات اللي بيجرح ده بيكون مجروح. وده اللي عمله المسيح، يا ابتاه اغفر لهم. ليه؟ لان انا عارف جهلهم. انا ده التماس الاعذار، مش الحزر معناه ان هو مش مسؤول، لا، بس انا فاهم هو جاي منين، لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وغفران ربنا لينا دايما لانه يعلم، يذكر، يعلم جبلتنا، يذكر اننا تراب نحن. عايز ارجع لقضيه التليفون اللي جالنا بيقول لك في شخص مش بيقبل العتاب. ما هو مش عتاب اللي احنا بنعمله دايما، لا هو ما حدش يقبل. انا عايز اطلع من المنظومه الجميله اللي اتقالت ازاي نعاتب وكده هون، لكن مرات بتقابل ناس فعلا مريضه، بس نسبتها يعني هي فاتحه ودانها مستنيه، عملت التكنيك معاها مستنيه تلقط الخيط، وكان مليانه بجروح وعندها دمامل في حياتها. اول ما تلمس لا يستمع ولا يستمع ولا يستمع ولا يستمع، ده بقى خلاص يكون عندك كالوثني والعشار او المريض. هو سؤالي، هل الوثني والعشار مريض؟ مريض مع الوثني، بس امشي معاه السكه دي لغايه لما اوصل لانه كده، بس ما اقولش انا بناء على طريقتي في العتاب اللي هي لوم اكتر منها عتاب اقول ان هو مش هيقبل، فانا زي ما تقول حكمت عليه، يعني عملت حكم مسبق. نسبة اللي بتقول عليهم حضرتك دولت نسبة ضئيلة، وأنا أتحدى أي حد يعمل كده مع نسبة أكبر من الناس هيسمع ليه. لما تقول لواحد ساعات الناس بتزعل، يعني أنا أنا بصفتي قسيس مرات بتلمز الناس وتتكلم تقول له خلي بالك من فلان، من الأمر الفلاني، يعني حتى مش بيزعل فبتضطر تعرف ليه؟ عشان مش متعودين. يعني زي واحد بيشيل تقل في الجيم فبيتوجع، مش متعودين ان احنا نتكلم مع بعض. دايما متعودين نتكلم مع بعض في امور تانية، مش متعودين نتكلم مع بعض في امورنا الشخصيه. نقعد الشركه اللي بنسميها الشركه في الكنيسه ديت عباره عن ايه؟ ازيك، ايه الاخبار، والسياسه والكوره والمش عارف ايه والجو والبتاع، ونشرب شاي ونمشي. اتكلمنا جد. لو اول ما نتكلم في حاجه بقى بتمس حياتنا الشخصيه، ليه؟ مش متعودين، مش 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 رياضه ما بنلعبها. يعني انت عايز تعمل دعوه للمجتمع. ايوه، دعوه للمجتمع، لان يبقى في عمق في العلاقات، وان ما اخافش من الاخر واطلع نفسي للاخر. وده مش هيجي في يوم وليله، ومش هيجي بدون مجهود، ومش هيجي بدون وجع في الاول. زي ما بيقول واحد يروح يلعب رياضه، يعني هو يلعب رياضه هيجري يلف التراك 5 مرات من اول مره، هينهج وهيتعب ورجليه هتوجعه والصدر هيحرقه. فناس كتير عشان كده ناس كتير ما بتلعبش رياضه. معانا تليفون وانا وعدتهم اخد التليفونات. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك. الو. ايوه اتفضل. الو، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ سامح. اهلا بيك يا حبيبي، انا كويس. اهلا وسهلا بضيوفك الكريم، ربنا يبارككم. ميرسي. الو، اتفضل احنا سامعينك، سؤالك. انا عندي سؤال بخصوص رساله كورنثوس الاولى الاصحاح المشهور اصحاح 13. ايوه. لما بيقول الرسول بولس ان كنت تتكلم باسئله الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه، واخد بال حضرتك؟ ايوه. وكمل بعد كده وبيقول ان كنت لي هو اعلم جميع الاسرار. ايوه. وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه. هل الايمان لي جد المحبه؟ لو انا شخص مش محب وشخص ما عنديش محبه الاخرين، هل ممكن الحاجات دي الصفات دي تكون موجوده فيا؟ ده سؤال حلو. شخص يعني مجرد المسيح ولي علاقه مع المسيح. سؤال حلو قوي، وهنجاوب. بس هناخد التليفون اللي بعديك وخليك معانا وهنجاوبك عليه على طول. بنت الرب من القاهره، اتفضلي. ايوه. اهلا. الو، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بيك. بس انا كان عندي مشكله تخص ابني. اتفضلي. هو عنده 13 سنه. ايوه. المشكله ان هو يعني بياخد حاجات من البيت وبيبيعها. احنا محتاجين مساعده في موضوع الادمان غالبا. لا، هو مش ادمان حضرتك، هو بياخد حاجات وبيبيعها، يعني لو جات فرصه لقى حاجه من بتاعته بيسرقها. 13 سنه. يعني بيسرق، عنده مشكله انه بيسرق. يعني عشان الايضاح
المشكله دي كمان الاب هو كان بيعملها قبل كده وهو شايف مواقف من الاب. من الاب؟ اه. طيب خليكي معانا والدكتور اوسم هيديكي بعض النصايح. عايز ارجع لكرونسوس قبل ما ننسى ده سؤال. السؤال بتاع الايمان ده مهم جدا جدا، وانا عايز اربطه ببنت الرب من بني سويف. بنت الرب من بني سويف عندها منيا. منيا ولا بني سويف ايا كان، هي بتقول ان عندها خطيه ومش عارفه تبطلها منيا، وبتطلب من الرب دايما وما بيحصلش حاجه. اهو ده بقى اللي هو ليه ايمان وليست ليه محبه. يعني ايه؟ عندها ايمان في ربنا، ما عندهاش ايمان في الناس، ما تطلبش مساعده من حد كده. فلست شيئا. غيرت لهم تعريف الايمان. الايمان ايه؟ هو الايمان ايه؟ الايمان العامل بالمحبه، الايمان العقلي. طب ما الشيطان يؤمن، الشياطين تؤمن وتقشعر. الايمان بمعنى ان عقيده سليمه، ما الشيطان عقيدته سليمه في الله. انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين ايضا تؤمن وتقشعر. انما الايمان الحقيقي، ايمان الكتاب المقدس، ايمان العهد الجديد، يصنع تغيير. ما هو التغيير؟ انك تحب الله وتحب الاخر. محبة اللي هي ايه؟ كما حبت المسيح. طب ايه شكل محبة المسيح؟ فيها مخاطرة، فيها انفتاح، فيها الطلب، الطلب من الله والطلب من الاخرين. انك ايه؟ لما بيتكلم في المواعظ على الجبل، لما بيقول اسألوا تأخذوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لان من يسأل الى اخره. كويس. الطلب ده ليس فقط طلب من الله، احنا برضو فهمناه انه طلب من الله فقط، لا، انه يبقى في مجتمع المحبة ده اللي هو ايه؟ اللي هو لما بتقول قبليه ولا بعديه بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا لانه بالدينون. علشان انت تخرج من نفسك وتقول لاخوك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينك، لازم تبقى قادر تخرج الخشبة التي في عينك. يبقى في نوع من ال 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 مواجهة النفس والشغل على النفس ومواجهة الآخر. يعني يبقى في علاقة عميقة مع نفسي، علاقة عميقة مع الآخر، وليس إيمان في الآخر. يعني الإيمان اللي بيتكلم عنه أنا لا أعتقد أنه بيتكلم على الإيمان في الآخر، لأنه في ثلاث كلمات كررهم بولس الرسول في رسائله، الرجاء والمحبة والإيمان. الثلاثة دول مرتبطين بشخص، بشخص ربنا، مش بالناس. بمعنى أنا المحبة عرفتها بسببه، المحبة شخص حبني ومحبته انسكبت في قلبي لدرجة أحب الآخر. بالظبط. حلو. لو ما بحبش الآخر يبقى ما انسكبتش في قلبي. حلو. في الرجاء، أنا رجائي أو الرجاء المبارك اللي بيتكلم عنه الكتاب مش في مكان أنا رايحه، مش جنات بالزبط. تجري، مش ده. أنا رجائي في المسيح، في شخص المسيح. يبقى عندي رجاء فيك برضو، أن كما عمل المسيح فيا يعمل فيك. انا اؤمن بعمل الله فيك فيا. ان هذا الرجاء ممكن يبقى ان احنا الاثنين. بس ما هي بس الفكره ان دايما الـ والايمان الاتجاه في شخص مش في شيء. الاتجاه دايما في وعظنا وفي تعليمنا انه ربنا بس، ربنا بس، انا مش عايز حاجه غيره، مش عايز حاجه غيره، بتنتج عنها ان احنا بنعمل ناس منعزلين. عايزين كل حاجه تجيلهم بطريقه معجزيه من ربنا، مش عايزين يطلبوا حاجه من حد. يا دكتور اوسام، انا مقتنع تماما باللي انت بتقوله، بس انا بتكلم على سؤاله هنا بتاعت حته الايمان. انت ربطتها بايمان في شخص، انت عندك مشكله في ايمان في شخص. انا مصدق ان ربنا ممكن يعمل فيك وممكن يديني من خلالك. مصدق في ربنا. ايوه، من خلالك. لو انا مصدق في ربنا بس انه ممكن يستخدمه ربنا. لو انا مصدق في ربنا بس انه يديني حاجات انا لوحدي، يقولها لي في مخدع الصلاه ويتدخل في حياتي بطريقه معجزيه، متفقين عليها. وما عنديش اي ايمان في ان اي حاجه تجيني من بني ادم، يبقى انا لا احب الله. انا متفق معاك. فهي احنا بنبقى مش قاصدين كده، بس عشان من تركيزنا ان احنا خايفين قوي من الهيومانيزم، خايفين قوي من انه يبقى في احتياج عند الاخر او في كده، وربنا بس ووحدك يا يسوع ومش عارف ايه. دي المدرسه السوبر فاهم غلط، السوبر سبيريتشواليتي. يعني انا موافق على اللي انت بتقوله، انا بس خفت ان المشاهدين يفهموا انه الايمان هنا بيتكلم على الحته ان انا ابقى مؤمن فيك. مؤمن في عمل الله، في عمل الله فيك. طيب دي ما هو بقى اذا انت مؤمن فيك، مؤمن فيك ان انت ممكن ربنا يديني حاجه من خلالك. انا فيا ما فيهاش قدرات. أيوة، ما فيش. طب ما احنا مخلوقين، ما احنا ما فيناش اي حاجه، بس انه زي ما انت تنسكب فيا تنسكب فيك. ومرات ربنا بيبقى عايز يديني من خلالك عشان اتعلم التواضع، والا ليه المواهب؟ وليه المواهب مختلفه؟ ليه 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 الرب قال لشاول روح لحنانيا ويسحبك من ايدك كده، وروح لبرنابك ليه؟ عشان عايز يعمل كوميونتي، عايز يعمل مجتمع. حلو. انا لما رحت لحنانيا
ثقتي في حنانيا ولا ثقتي في اللي قال لي؟ انا رحت لحنانيا لان هو قال لي. صحيح. لكن انا ما كنتش اروح لحنانيا لوحدي. صحيح، بس انا المفروض بقى لما انا اثق في الاخوه فانا بثق فيهم ليه؟ لانهم اخوه. يعني ليه انهم اخوه؟ لانهم يؤمنوا بنفس الاله الذي يؤمن به ويعمل فيهم نفس الاله. لو انا مش مؤمن بعمل الله فيهم يبقى انا مش مؤمن بعمل الله. انا يعني دي اكيد احنا متفقين، اكيد انا مش بؤمن في الانسان، لكن اؤمن ان يمكن الله يتعامل معي من خلال الانسان. اكيد اكيد، وما من خلال الطبيعه، من خلال حاجات كتيره جدا ربنا يتعامل بيها، ومن حد مش مؤمن ممكن الله يتعامل. بالظبط، يعني دي الله مسيطر. عشان احنا لازم نبقى متضعين في كل خلائقه. ساعات زي ما بتقول الروحانيه المبالغ فيها بتبقى نوع من الكبرياء. معنا تليفون ولا قفلوا لانه استنوا كتير؟ حافظ وهيب من الاقصر، اهلا بيك. ايوه اتفضل. ايوه ماشي. ايوه اتفضل. معايا بنت انا مخطوفه من 3 شهور. بنتك مخطوفه من 3 شهور؟ من 3 شهور. عمرها كام سنه؟ عمرها 15 سنه. كانت رايحه الكنيسه الساعه 8:30. في اي بلد؟ ومن الاقصر. بلغت وكده؟ بلغت على الخاطف ومعروف اسمه وبيته. وما عملوش حاجه؟ ما عملوش حاجه. ودخلت لمدير الامن وفتش الداخليه، ومدير الامن اقول له دي بنت 15 سنه يعني تتعامل معاها من الطفل الثمان سنين، المفروض تجيبوها تسلموها لابوها، ده القانون بيقول كده. قال لي سيبك من القانون، احنا لو عايزين نجيبها هنجيبها. دخلت له 3 مرات. وايه المشكله؟ مش عايز يجيبها ليه؟ مش عايز يجيبها عشان ما تهيش. قايلينها في مكانه وعارفين مكانها اصلا. احنا نصلي ربنا يفك اسرها، وانا بدعو كل المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا على قناه الكارما ان احنا نصلي لبنت حافظ. انا ما اعرفش اسمها ايه، لو عايز تقول اسمها تقدر تقول. لا خد اسمها، صلي من اجلها، اسمها اميره حافظ وهيب. اميره وانا بشجع أميرة. كل اللي بيتفرجوا معانا نصلي من اجل اميره ان الرب يتدخل في الامر ده وهو اللي يقدر يرجعها مره تاني لاهلها. معنا تليفون تاني، خليك معانا يا حافظ، هنصلي في اخر البرنامج. بنت الرب معانا، اهلا بيكي. اهلا بيكي. الاصحاح كورنثوس الاولى 13 ده موجه لكنيسه كورنثوس اللي كان عندهم ايمان، عندهم مواهب، عندهم مشكله بس كمان. ما بيتخانقوا مع بعض، فقال لهم وبيرفعوا قضيه على بعض، مش مصدقين في بعض. أنا بشوف في الجزء بتاع كورنثوس الأولى ده الكنائس بطوائفها. يعني ما بيقول مثلا كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة. اللي بيؤمنوا إحنا نؤمن بمواهب الروح القدس وبالتكلم بألسنة. بس الناس اللي ركزت إن دي العلامة الأساسية لمعمودية الروح القدس التكلم بألسنة، فده بيتكلم بيقول لهم إنه المحبة أعظم من التكلم بألسنة. الناس اللي اتكلمت قالت التفسيرات والنبوات والسبعيات والدراسات والمش عارف ايه كده، هو المحبه اعظم واحسن من النبوات. الناس اللي بتعمل العمل الاجتماعي والانجيل الاجتماعي، اطعمت كل اموالي، مش العمل الاجتماعي، المحبه اهم. من انت بتعملها ليه؟ المحبه اللي هي اللي بيطلع منها، اللي بيطلع منها الحاجات دي. وانا بتذكر بولس في السجن مع سجان فيليبي، تخيل لو جاء دخل عليه سجان فيليبي ولا بيتكلم بألسنه، هيقول الراجل من كتر الضرب لسانه اتعود، صح؟ ولو قاعد يفسر له النبوات ويعلم كل الاسرار مش هيفهم حد سجان، وما عندوش امكانيه يدي له اي حاجه. ايه اللي خلى سجان فيليبي ده يقبل الرب؟ المحبه، هي اللغه الرسميه. لا تفعل بنفسك اي شيء، يعني المحبه اللي طالعه من قلب بولس وصلت له، انه خايف عليه رغم ان ده سجان. ما تخافش، ما تعملش رغم ده عدو، احنا موجودين رغم ده عدو، اهتم بيا. هي دي محبه الاعداء. بالظبط. فانا بقول الجزء ده مليان 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 دروس جميله. صحيح. معنا تليفون، اهلا يا كامل اتفضل. بيسمع التلفزيون. ممكن تكلمنا من التليفون مش من التلفزيون؟ نعم. ايوه كده الصوت حلو، اتفضل. ايوه يا اتفضل يا كامل. ايوه اشارك انا دلوقتي؟ اتفضل. انت على الهوا. ايوه. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور اوسن؟ اهلا وسهلا. انا دكتور، انا خريج بليس 17. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. يمكن اكون انا في موضوع المحبه عندي مشكله شويه. لما بروح الكنيسه دلوقتي، انا اخدت بليس 17 واتاثرت بيه جدا وعايش بيه جدا، فمش عارف احب الناس اللي في الكنيسه. ليه؟ علشان يعني انا شايف ان هو بيتكلموا بطريقه غلط جدا، يعني هم
في حاجات مش طب وانت اتعلمت انك تحب اللي بيتكلموا صح بس؟ نعم. انت اتعلمت انك بس تحب اللي بيتكلموا صح؟ لا مش اللي يتكلموا صح يا دكتور، بس الفكره انه يعني انا شايف ان هم بيعلموا بطريقه يعني مش واصله للناس. اه ليك راي، لكن ده مش معناه مش بتحب. مش بتحب يعني عايز، مش عايز الخير لحد، ما بحبش حد يعني عايز له الشر. انت عايز لهم الشر؟ لا طبعا. طيب يبقى بتحبهم، انما مختلف معاهم عندك راي، ده مش معناه مش محب. لا يعني هو يمكن في نفس معايا في المعنى شويه في الموضوع المحبه، لكن الفكره في انه انا مش عارف اوصل لهم ازاي، او هم مش قابلين الطريقه اللي انا اتعلمت بيها وازاي. ايه هي بقى الطريقه دي اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا انا عشان اغير في نفسي، مثلا انا جوايا الروح لازم تغير في حاجه في المشاعر، ان انا مش عارف اعمل ايه وايه وايه. تمام، دي الحته دي مش عارف اوصلها لهم ازاي يعني. لا فهمني اكتر، مش فاهم ما فهمتش اللي انت قلته. ماشي يا دكتور، انا جوايا حاجه حلوه. ايه هي الحاجه الحلوه دي؟ اللي ساكن فيا. ايه؟ انا جوايا روح الله اللي ساكن فيا. عايز تغير في نفسي من بره. عايز تغير في نفسك. طب وحد يكره ان انت تغير في نفسك؟ لا طبعا، لكن فكره الوعظ والحاجات دي ما بقتش حاجات يعني بتاثر وقتي بس. طب ماشي، انت اكتشفت حاجه اعملها، لكن مش لازم تقنع الناس بيها بالعافيه. انا بحاول اقنع بيها الناس. لا ما تحاولش تقنع، ده اللي بيعمل مشكله. ما تحاولش تقنع حد، غير نفسك ما تغيرش حد. تمام، شكرا يا كامل. شكرا يا كامل. وبعدين ما حدش كامل يا كامل. لا طبعا. انا عايز ارجع بس معانا كاميليا، معلش عشان عندي سؤال. اتفضلي يا كاميليا، اهلا بيكي. كاميليا انت على الهوا، اتفضلي. الو. ايوه يا كاميليا اتفضلي، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. انا كنت عايزه اسال دكتور اوشن سؤال. اتفضلي. دلوقتي دكتور اوشن بيقول ان احنا نفتح نفسينا ونتكلم مع الاخر ويكون في علاقات سليمه وكده. دكتور اوشن يرفض بالاخر ده، مين هنعمل دوت مع كل الناس يعني، ولا كل الناس؟ ان هو بيكون مع شخصيات معينه. طبعا شخصيات تثق فيها. اميز ازاي الشخص اللي انا المفروض اعمل معاه كده يعني؟ سؤال حلو يا كاميليا، من هو الاخر؟ الاخر اللي صديقي اللي اثق فيه اللي يعرفني كويس. فيقول لك بقى ايه، لا كل الناس فيها عيوب، انا عايز الكامل. مفيش كامل. لكن اللي انا اثق فيه دي درجه معقوله، دايرتي القريبه. حتى لو الخبرات بتاعتك كانت فاشله لازم مخاطره. وبعدين يعني انا لما اشارك، الناس متجرحه كتير قوي. معلش هي اصلها كده. لما يبقى انا 3 4 5 6 واحد فيهم خاني مش مشكله. طب المسيح كان عنده 12 واحد فيهم سلمه خانه. ما انا هرد خاطر. زي هرد زي المشاهد. ما انا هرد عليك برضو زي ما برد على المشاهد. لازم يكون في المسيح برضو. المحبه كما احببتكم انا، ما هو عشان مش هيحصل التغيير اللي انت عايزه. ما انت بتطلب من نفسك حاجه وما بتعملش اللي بيقولوا لك تعمل ايه عشان تحصل الحاجه دي، فنفضل دايما في صراع، ودايما اقول يا رب انا بطلب وانت ما بتعملش، وبنفقد الايمان وبنسيب الكنائس. ليه؟ لان انا اللي بيطالبني بيه ده لازم له طريق حياة معينة، أنا عايز ده ومش عايز أعيش طريقة الحياة المعينة دي، يبقى مش هيحصل. زي ما بنسمع دايما بصلي وبطلب وما بيحصلش حاجة، لأنه قال لك تعملها بطريقة تانية، مش تصلي وتطلب. طيب أنا عندي عبارة في كرونس الأولى إصحاح 13، هي فيها جزء شق نفسي وتعليم كتابي. كتاب بيعلمنا المحبة لا تقبح. الشخصيات العصبية. الشخصيات اللي ما عندهاش سيلف كنترول بتقبح. كويس، كمل بقى الاجابه. ده السؤال. ازاي المحبه تشتغل يعني تتغير في طبيعه الشخصيه؟ يعني ما انا لو بحبك مش هقول كلمه تاذيك. يعني بيقول المحبه لا تقبح، يعني اللي يحب انا بحبك مش هقول اذيك، بس انت لنفرض انت الاخر عدوي او مش عدوي او واحد عادي بعرفه في الكنيسه في الاجتماع في الشغل بتعمل تصرفات عاديه بتستفز اللي حواليك. مش مطالب انك تعيش زيي. صح. فانا شخصيتي
اجريسيف، انا شخصيتي عصبيه، انا شخصيتي ما بعرفش اتحكم في انفعالاتي، انا حساس، انا مش عارف ايه. ازاي المحبه دي بتكنترول الشخصيه دي؟ يبقى لازم الواحد يتعلم. معاك يبقى جزء. انا عايز اوصل للتمرين، عايزك تقول لهم جزء من اجزاء المحبه انك تدرب نفسك على السيطرة على المشاعر. ده اللي انا عايزه بقى نتكلم فيه بقية البرنامج. ازاي الناس تتدرب؟ لانه عارف الموضوع جميل والناس نفسها تحب، بس انا عاجز. طب المحبة مش متوقفة عليا بس، في اخر في الموضوع. عشان كده يعني زي بقى اخونا بتاع بلاس 17 ده، يعني دورة 17 من بلاس، احنا بنعلم الناس بقى حكاية في تركيبة كده معينة في البني ادم اسمها فكر يؤدي الى مشاعر يؤدي الى سلوك. الدائره دي موجوده عند الناس كلها. لما تغير في الفكر تتغير المشاعر، تتغير يعني السلوك. ايه في حدث حصل اهو، ان هو انت كلمتني ما سلمتش عليا وما سلمتش عليك، حدث حصل، الحدث ده نرفزني فتصرفت بطريقه. في حته بتقع دايما بقى اللي هي ما بين النرفزه اللي بتؤدي للتصرف وما بين الحدث، اسمها تفسيري للحدث. لا الفكر فكرت فيها ازاي، ده بقى التفسير ده، لانه اوتوماتيك مش بنقدر نلقطه. يعني ايه؟ يعني انا قلت، انا بقول كلمه، يعني قلت كلمه للاسيس سامح، قلت نفس الكلمه لحد تاني، قلت الكلمه للاسيس سامح ما خدهاش، بالعكس انبسط وبتاع عادي، قلت نفس الكلمه لحد تاني اتوتر. طب ايه الفرق؟ انت استقبلتها بطريقه، فسرتها بطريقه، هو فسرها بطريقه تانية. فانا بنقعد نعلم الناس 3 اشهر كامله ان اول ما تحس ان في شعور نتج جواك بعد موقف معين افكر لي، اقف كده وقول انت فسرته ازاي. هي القضية بقى ان التفسير الاول اللي بيجي لنا ده احنا مش بنعتبره تفسير، بنعتبره الحقيقة. هو اهني، استنى 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 استنى، ما تقولش هو اهني، قول انا فسرت اللي حصل ده انه اهانة. طيب ده تفسير. هل اللي حصل ده ليه تفسيرات اخرى؟ ممكن ما ردش عليا لانه ما سمعش، او لا ممكن او لا، او ان هو اهانه. ما هو الاهانه ده محتمل، ما الاهانه محتمل، بس هحطها لك احتمال من احتمالات، من احتمالات، مش اقل احتمال ولا اكتر احتمال. اصل لما يشتمك هيبقى في احتمال بيجاملك، لا هيبقى الاحتمال التاني بيقول لك الحقيقه. ده لو شتمني، لكن في حاجات كتير بتبقى مش باينه. ما سلمش عليا، ما ردش عليا، قفل التليفون، اتقطع. هنكمل الحوار ده، بس معانا ناس كتير على التليفون. اتفضل دكتور احمد من السعوديه، اهلا بيك. دكتور احمد دايما بيكلمنا الحلقه اللي فاتت. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا اهلا حضرتك الشيخ، ازيك يا دكتور؟ مشكله ولا؟ ايوه صح مظبوط، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك وحضرتك. انا بفرح لما انت بتتصل بينا، مكالمتك عزيزه علينا. اتفضل. انا مش فاكر الاسم يا حبيبي. دكتور اوسن، اهلا وسهلا. اهلا دكتور اوسن، اهلا. انا الحقيقه مداخلتي خارج النص. انا عايز اتوجه للاخوه المصريين، طبعا بهني المصريين بوصول الرئيس السيسي للحكم، واحب اشيد الحقيقه بالكنائس المصريه الارثوذكس. الحقيقه في داخل اقباط الارثوذكس في داخل مصر وخارج مصر هم والكنائس الانجيليه والكاثوليكيه وبقيه الطوائف في مصر، الحقيقه تتمتع بالوطنيه والايمان والاستقامه وعدم الطائفيه، ودي حاجه جميله على فكره. أنا مش عايز أقول إن بعض الكنائس الإنجيلية خارج مصر ليها سلوك تاني، يعني عندي آراء كتيرة موفقة، ولكن أنا يعني أؤكد للشعب المصري إن إحنا عندنا الكنيسة المصرية بكل طوائفها، هي كنيسة في منتهى الروعة. وأنا أتمنى الحقيقة أن يكون بين المصريين كلهم في هذه المرحلة يكون بيننا نوع من البعد المسكون، ليس بين الطوائف المسيحية فقط، ولكن بين المسيحيين وكل المسلمين، لأن عندنا فئة إرهابية وبقية المسلمين والمسيحيين كلهم ناس مساكين. فربنا يوفقكم. شكرا يا دكتور. للأسف إن الكنيسة يعني الإنجيلية ملهاش قناة تبث من مصر. أنا أتمنى أن تبث قناة من مصر، على فكرة هتبقى مصدر بركة كتيرة، لأن الكنيسة الإنجيلية بكل طوائفها في مصر تمثل فكرا نافعا. مش عايز أنا أقول يعني شكراً يا كلنا يعني فرق كل العالم. شكرا يا دكتور أحمد. الإنجيلية بره 350 طائفة. ممكن أي حد بيسمع حضرتك قناة هنا أو هنا بياخد بعد خطأ،
أنا أتمنى أن تكون لكم يا سيدي قناة إنجليزية خاصة بكم تبث من مصر، وربنا يوفقكم. شكرا لمحبتك. أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا ميرسي. ابن الرب من سوهاج. ألو اتفضل. ألو تصير. مساء النور. والله ما حضرتك ابن الرب من سوهاج. أهلا بيك. ساعتك احنا بنمر بضيق جمالية والخنقة وظروف فاضيين مثل بالصلاة. هنصلي لك. ربنا يهدي الأبناء ويهدي الناس علينا. حاضر امين. احنا نصلي لكم في سوهاج. الرب معاك. فكره الكلام اللي قاله الدكتور احمد ده في صلب الموضوع. المحبه. المحبه. محبه الارض، محبه الوطن، محبه الاخر حتى المختلف معايا. المحبه بتبهر اكثر من المعجزات. اللي بهر انا كنت كاتب هنا في الكتاب ده تحت عنوان ظهور المسيح في مصر. ظهور المسيح في مصر ظهر لما ظهرت المحبه والتسامح. لما اتحرقت الكنائس وقلنا لاخواتنا المسلمين ما تنزلوش تحاولوا تحموا الكنائس، انتوا اهم من الكنائس، انت اهم. اصل ده محبه مبنيه على عقيده كمان، ان الانسان اهم من اي مبنى. هي دي القضيه. لو احنا كلنا فهمنا ان الانسان اهم من الشيء بالظبط، وانا بتخانق مع الانسان لان بحب الشيء، فانا عشان احصل على الشيء ده بتخانق معاه. لكن لو بحب الانسان هيفضل الشيء ده وسيله بسعد بيه الاخر. انا عايز اسعدك. لو انا منحصر في نفسي وعايز اخد كل حاجه، لو انت خدت مني حاجه مش هحبك. لكن لو انا بدي وانت خدت، طب ما انا بدي. من اجمل التعبيرات اللي بحبها كتبت في الكتاب عن المحبه، هي غريبه جدا في نشيد الانشاد، تقول المحبه قويه كالموت. المحبه حاجه جميله قوي قوي، والموت حاجه كريهه بالنسبه للمنطق البشري العادي، ان الموت ده حاجه مش كويسه. فشبه الحاجة الجميلة بالحاجة الكريهة. غريبة قوي، استشبيه في منتهى القوة. ليه؟ لأن بيقول إن المحبة قوية كالموت، قوتها زي قوة الموت. لما بيجي لحد، لو جالي وأنا قاعد في البرنامج دلوقتي، فعش أقول له أخلص مع الدكتور أوسم وهجيلك يعني أنا لا، هياخدني حالا صح؟ المحبة الحقيقية لما بتوصل لقلب الإنسان قوتها زي قوة الموت، بتجيب نتيجة في الحال. ده بقى في العهد القديم. العهد الجديد ابن المسيح قال إن المحبة أقوى من الموت، لأنه أقامت ربنا يسوع المسيح. إنه أحب الله الإنسان محبة هزمت الموت. ولازم إحنا نبقى فاهمين إن كل مرة بنحب إحنا بنهزم الموت، كل مرة بنهزم شكل من أشكال الموت. ومن يحب من فقد ولد من الله والمولود من الله يهزم العالم ويهزم الموت. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات. طبعا في العهد الجديد أبعدها، بس أنا بتكلم على فكرة الحب والموت يتجمعوا مع بعض حاجه. معانا تليفونات. مين معانا؟ اهلا بيك تفضل. ملاكه من القاهره، اهلا بيك تفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا عايزه اطلب صلاه بعد اذنك من اجل ابني. تفضلي. ابني عنده 21 سنه وخد موقف من الكنيسه كده ومش عايز يروح الكنيسه تاني، رغم ان في ناس كتير جات له وكلمته. امين. حاضر نصلي له. حاضر. أمين. ربنا معاكي. معانا تليفون تاني. اهلا يا ميمي اتفضلي. فين التلفزيون؟ الو ايوه اتفضلي يا ميمي اتفضلي. فين التلفزيون؟ اهلا بيكي. لا خلاص خلصت. اوكي ايوه اهلا. عشان انت سامعه التلفزيون، التلفزيون متاخر عندنا شويه. ايوه سمعينا في التليفون على طول. اهلا يا ميمي اتفضلي. الدكتور اوسام بيقول ان الايمان حلو بربنا، والواحد يبقى يعني ثقته بربنا كبيره، ده حاجه كويسه، لكن نثق في الناس كمان. لكن انا عندي ايمان بربنا كويس قوي، ولما بطلب طلبتي من ربنا يعني واثقه ان هو هيحققها، وما عنديش مانع تيجي عن طريق الناس. لكن احيانا بيبقى صعب قوي ان الواحد يتكلم مع الناس علشان يطلب منهم طلب. انا ممكن اقبل لو انا ما طلبتش، لكن انا علشان اطلب من الناس صعب قوي، خاصه لو حاجات ماديه، وانا واثقه ان هو ربنا هيحققها وهي يعني
هيتمم مشيئته بطريق او باخر، بس مش لازم انا اتكلم او اطلب. صحيح المحبه حلوه وضروري الناس يعني يحبوا بعض يتكلموا مع بعض، لكن في ناس ما تقدرش تعمل كده. يعني ايه الحل؟ يعني صعب. انت يا حضرتك لو حد طلب منك، لو حد طلب منك فلوس هتحتقريه؟ لا انا مش هحتقره، انا شخصيتي مش هحتقره ومش هقول له لا، لكن انا علشان اطلب من حد جاي ثقيله قوي عليا. المشكلة عندي أنا. خليكي معانا وهنجاوب على الأسئلة دي. معانا تليفون تاني، ابن الرب أو بنت الرب. بنت الرب أهلا بيكي، اتفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا دكتور أوسع، مساء الخير كابتن القسم. معلش حضرتك يعني بتتكلم على المحبة، إذا كانت المحبة من طرف واحد مثلا بالنسبة للزوجة، والزوج مثلا في منصب كبير قوي، في ديكتاتورية جامدة، في يعني كبرياء، في غرور، في الأنا الذات، والزوجة بتتواضع دايما أو بتتنازل دايما، لغاية ما ده بيعمل إحباط وهو بيعتبر إن ده ضعف منها، أو إن ده يعني هي دون المستوى، أو هي كده يعني بياخده بمحمل تاني خالص. وكانت هي برضو بتيجي على نفسها مثلا على الحما، برضو بتحب 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 لغاية ما بتوصل يعني لدرجة الأمراض بقى بتجيلها، لأن بتبقى كاتمة جواها، بتحاول تحب بس بتكتم بتكتم لغاية ما أمراض كتير جت. فيبقى إيه الحل لحضرتك؟ طيب خليكي معانا، خليكي معانا وهنجاوبك على السؤال ده. معانا بنت الرب تاني، اتفضلي اهلا بيكي. ممكن توطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون؟ ما انا بكلمك في التليفون موطي خالص. اتفضلي اتفضلي اهلا بيكي. مين هو بك؟ انا عايز اكلم الدكتور اوسط ده وكده. موجود صدقيني اهو. احنا عدينا، احنا سابقين التلفزيون شويه، خليكي معانا على التليفون. انا معاك على التليفون. طب قولي سؤالك بقى. نعم اتفضلي اسالي السؤال اللي عندك. طب ما انا شايفه انه بيتكلم مع حد ثاني. ما تشوفيش التلفزيون، خليك على التليفون، مالكيش دعوه بالتلفزيون. طب فين الدكتور اوسام؟ انا عايز انا اهو معاكي. موري اتفضلي. الو يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. بتقول لك الو ازيك؟ كويس الحمد لله. ايوه يا دكتور. الحمد لله، اتفضلي. انا معاك انت يا دكتور على التليفون. الو. اتفضلي، هو معاكي وسامعك، تقدري تكلميه وتسالي. ماشي انا سامعاك خلاص. اتكلمي. انا عندي ابني عنده 25 سنه. وكان اتعرض وهو بيمتحن في اخر سنه في الكليه، نخدوا منه الورق وكده. وتعب نفسيا. وودينا له دكتور برضه بياخد العلاج وكده، قعدنا 6 اشهر بياخد العلاج. لكن برضه تلاقيه في بعض الحاجات كده مش اتحسن شويه؟ مش قوي يعني. معلش، ما هو كل مرض وليه درجه التحسن بتاعه، لما يكمل لسه في العلاج فتره اطول هيتحسن اكتر ان شاء الله. هو يقعد قد ايه في العلاج دوت؟ على حسب بقى، انا مش عارف، على حسب الدكتور هو اللي يقول، اللي شافه يقول لك، بس غالبا هيقعد وقت طويل. دكتور قال سنتين. الدكتور قال سنتين. لسه بدري، ممكن اكتر 6 شهور. ربنا معاكي، هنصلي له. بنت الرب من الجيزه اتفضلي من التليفون من فضلك. الو. الو اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، انا فضلت الحلقه بس مش من اولها. تقدري تشوفيها يوم السبت الساعه 2. لا لا، انا عندي سؤالين فهمتهم وعندي مداخلتين ليها. اتفضلي. تتكلموا عن المحبه. ايوه. مش مطلوب المحبه تتأنس تحتمل. ايوه. احنا بنعمل كده لكن ما بنستناش حاجه من حد. بس لكن ايه؟ ما بنستناش حاجه من حد. طب كويس. اللي بيحب المسيح تكون في روح الله ما بيستناش حاجه من حد. صح كده. برافو. مش عايزين حاجه من حد، احنا عايزين من روح الله بس. مش عايزين نطلب حاجه من حد، مش عايزين نثق في حد، احنا بنحب روح الله. ايوه. حضرتك بتتعلم تحتمل وتصبر. انت ما كده ما بتحبيش روح الله. كده ما بتحبيش روح الله؟ تصدقي بقى؟ ليه؟ عشان الكتاب قال كده.
من أحب الله، من قال إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. أنا آسف إني بقول لك كده، بس ده كلام الكتاب المقدس. لو محبة ربنا اللي في قلبك دي ما خليتكيش تحب الناس وتثق في الناس، يبقى دي مش محبة ربنا بتاعنا، دي تدين، روحانة، كبرياء روحي، زي ما انت عايزة. انا انت بنت الرب من الجيزة، انا ما اعرفكيش، فانا بسمح لنفسي ان انا اقول الكلام ده، لانه احنا لازم نقول كده عشان هي دي الحقيقة، ده اللي بيعلمونا الكتاب. عندك تعليق تاني؟ تفضلي. انا تعليق تاني بتتكلم على المواهب المختلفة. ايوه، يعني اكتر حاجه بتضايقني لما تقعد مع حد يقول لك بقى ايه هيحصل لك كذا وكذا 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 ويعمل لك كذا ويعمل لك كذا وممكن ما تجيش. ازاي الانسان يفضل يقول ويدي اعلانات كده من غير ما على طول كده؟ طيب خليكي معانا. عشان مصدق في ربنا وفي روح ربنا وما بيحبش الناس، مش عارف كلامه ده رايح فين، زي كنيسه كورنثوس اللي قال لهم جدوا للمواهب لكن اريكم طريقا افضل. ما تستخدموش المواهب بتاعتكم ديت علشان تتفخروا على بعض او تجرحوا بعض او تستخدموها بطريقه ما فيهاش محبه وما فيهاش نضوج وما فيهاش فهم للاخر، فبتاذي بدل ما بتفيد. ادي الرد. طيب انا دكتور اوسم، خليكي معانا تابعينا. اعتقد ميمي اثارت قضيه كبيره قوي والوقت ابتدى يجري، بس انا القضيه دي مهمه. المحبه في العلاقات الزوجيه، خصوصا لما تعيش مع واحد قريب منه جدا، تحتك ليه كتير. دي مش ميمي، دي واحده تانية. مهم يعني، يعني حد او اوكي، واحده من الاخوات اللي اتصلت. دي قضيه. طبعا طبعا، لدرجه انا سمعت تعليق في قعدات يعني كابل كان عندي، تقولي لو هو هيروح السماء مش عايز اروحها مع نفسه، فاكس السماء بقى لدالي كده، فاكس السماء للدرجه دي. وبعدين نقول نحب وافتح نفسك للاخر، ما هم فاتحين لبعض للاخر قوي، فاتحين لبعض الدفاتر كلها. ما بص حضرتك، بساعدهم ازاي؟ ما هو يعني اصله الجواز او العلاقة الزوجية مش في فراغ، مش في فاكيوم كده، يعني العلاقات هي المقياس الحقيقي، المحك الحقيقي للنضوج النفسي والروحي. فلو انا عندي مشكلة في العلاقات، بس بقى مش لازم يكون الاثنين، يعني ممكن واحد يكون هو ناضج روحيا بس التاني مش ناضج، لكن عشان تبقى العلاقة ناجحة لازم يبقى الاثنين عندهم ده كويس. حل انه يحصل صراع واحتكاك في الزواج ده شيء وارد وطبيعي يعني، بس هو بقى المحبه اللي بتخلي فيه ميكانيزم فاعل لحل الصراع، اللي هو اللي اتكلمنا عنه في متى 18 ده. من حق الزوجه او الزوج يذهب يعاتب وياخد اخر، اللي هو الكونسلنج اللي بيجوا لحضرتك ده معناه دي تنفيذا لوصيه خذ اثنان لتكون كل كلمه على فم شاهد او لكن لو في واحد زي ما قالت الاخت بقى دي ما بيسمعش للدول ولا الدول ولا الدول، هنا زين بقى يعمل هنا بقى هو قال اخوك فليكن كان عندك الاثني والعشار، يعني ايه؟ يعني ما تتوقعش منه، ما تنتظرش منه، لكن احتمله. ولو بيأذيها يبقى على قدر طاقتكم عيشوا بالسلام مع جميع الناس. طب مين اللي يحدد بقى قدر الطاقه؟ الشخص. ولازم يكون في حد بقى حكم موضوعي، يعني انا يعني هنا بقى الكنيسه تقدر تقول مين يعني نعمل ايه في الاذيه اكتر في البقاء معا ولا الاذيه اكتر في الانفصال. هنا انت محتاج اوبجكتيف، محتاج راي موضوعي. ليه؟ لان ممكن واحد زي ما هي بتقول تقعد تكتم 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 فتعيا، لازم حد من بره يشوف انها في ضرر بيقع على واحد من الاثنين، او واحد يستسهل مش بيبذل مجهود، يعني ايه مضايقاني خلاص انا عايز افضها سيره من العلاقه دي، وده في الغرب بنلاقيه كتير جدا، وبالتالي يبقى موجود هنا اللي هو ايه مش عايز يبذل مجهود في العلاقه. فمين بقى اللي يحكم ان واحد هيموت ولازم ننقذه لان العلاقه دي مسيئه ليه مميته ليه فنتدخل، ومين مناني جدا لدرجه مش عايز يبذل اي مجهود؟ فكل واحد شايف ان هو كويس، لازم عشان كده لازم يبقى فيه رؤيه خارجيه. ده دور مهم الكنيسه تعمله، ما تحله على الارض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. بس بقى هي القضيه، المشكله ان احنا مش بنخضع للكنيسه. ليه؟ ده استكمالا لمسلسل انا بصدق في الرب بس.
احنا كمان يعني دي ده قد يكون بعض المجموعات كده بس مش كل الناس كده كتير. ما ديك سامع انا شايف واحده من التدريبات المهمه بالذات في على مستوى العلاقات الزوجيه الكوتشنج في العلاقه الزوجيه. احنا ما عندناش كوتشنج. زمان كانوا يبقى كل ما اتنين يتجوزوا كان في حاجه اسمها الاشبين والاشبينه اللي هي ايه، كانت الكنيسه تعين واحده ست اكبر تعلم الست دي، موجوده في تيموثاوس ان المسنات او العجزات يعلمنا الحدثات كيف يكن محببنا لازواجهن، ويتعال تجيب راجل اكبر شويه يبقى هو ده مسؤول يعلم الزوج ده ازاي يبقى زوج. ما هو ده عشان ليه؟ لان كان في اطار من العلاقات، كان في انفتاح، كان في تواضع، كان في تواضع. ان القضيه الكبيره انت شايف المجتمع وبالذات المجتمع الكنسي حتى المجتمع العام قضيت علاقات طبعا الدرجه الاولى. طبعا دلوقتي كل واحد يلا نفسي، كل واحد انا مالي اعلم مين وانا اتعلم ليه من واحد تاني، ما انا افهم كل حاجه، انا 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 عندي الرب على طول وكان ده روحانيه وهو ده كبرياء ولا وبعيد تماما عن الروحانيه. ناخد تليفونات ونرجع تاني الموضوع ده انا عارف انه حماسي بالنسبه لي. ما هو اصل هو ده السبب المشاكل اللي احنا فيها، ونقعد نتكلم عن المشاكل ونطالب بالحل والدواء مش عايزين ناخده. انا قدامك عيان بتموت وتقول لي خد الدواء، يقول لي لا بس يعني بس انا بموت. طب خد الدواء. لا 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 اصل الدواء ده بس انا بموت. محتاج تواضع بالدرجه الاولى في الاول، انكسار، تواضعوا اعترفوا لتشفوا. ناخد تليفون. باهر اهلا بيك، اتفضل. ايوه سامع. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ازيك يا باهر. دكتور اوصل مع حضرتك. انا كنت عايز اسال بس على حاجه. في آية في الكتاب بتقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، هل ده معناه ان احنا لو في حد مش مسيحي ده مش مطلوب مننا نصدقه؟ احنا طلبة مثلا ما نطلعش رحلات مع بعض، ما نتفسحش مع بعض كده، ولا ايه المقصود او ايه التفسير او ايه الظرف بتاع الآية دي بالظبط؟ حاضر، معانا كمان امير ناخده وبعدين نجاوب على الحاجات دي. امير اتفضل. اهلا بيك. انا كنت بسأل سؤال بس عن المحبة، ان انا اتصل بكل اصحابي، كل بحب الناس كلها بس ما فيش حد بيسال عليا انا عامل ايه او صاحب ايه. ما حدش ايه. معلش يا امير عيد السؤال تاني. انا يعني انا من بعمل بالمحبه وبتصل بكل اصحابي وبتصل بكل قرايبي بس ما حدش بيسال عليا. حدش بيسال عليا بيا لما اكون عاوز حاجه. ايوه يا امير فهمتك يا حبيبي. حاضر خليك معانا، هنحاول نديك اجابه تساعدك. سؤال ثاني معلش. ايوه. يعني انا بعمل في الكتاب المقدس ممكن المكالمه يعني تبقى على الهواء ممكن بعد البرنامج اتصل بينا ونقدر ناخد المكالمه. حاضر. شكرا. شكرا يا امير، ربنا معاك. عندنا سؤالين يا دكتور اوسن. طبعا انا يعني عندي الاول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، دي قضيه يعني المفروض ان احنا نكون عديناها. يعني احنا مش هنقدر. المسيح كان مع كان في علاقات، اذا جاز التعبير، في علاقات قريبه جدا من ما نسميهم غير المؤمنين. يعني بدايه عشان نقول المقصود هنا مش ان انا ما اتعاملش مع الناس غير المؤمنين او الاشرار او او او، وده مصيبه الكنيسه في مصر، الكنيسه المنغلقه على نفسها، فنعمل مجموعات في الجامعات اسمها مش عارف ايه منغلقه في نفسها جوه نفسها، فطبعا هتبقى منفتحه على فالكنيسه منغلقه، وبعدين لما نروح الجامعات ونطلع من المدارس نبقى شلل عاملين المجموعه بتاعت الكليه. والمقصود بالنير انه ما ترتبطش ارتباط يمنعك من التحرك مع شخص يتحرك في اتجاه اخر. يعني المسيح زي ما بتقول حضرتك كان يقعد مع الناس كلها وياكل مع الناس كلها وسنين وعشرين وكل حاجه، لكن لو حد كان بيفرض عليه حاجه كان بيخلع منه. جم علشان يختطفوه لينصبوه ملكا هرب منهم. بطرس نفسه لما قال له حشاك يا رب ان يكون هذا لم يستجب. هو النير هنا مش بيتكلم على العلاقات لكن بيتكلم على الارتباط بالظبط، وليس العلاقات. تحت نير يعني تحت الثقل زي البقرتين بتاع النير اللي بيربطوا بيه. فلو واحده راحت يمين هتضطر الثانيه تروح يمين معاها، فما ترتبطش بحد ياخدك بعيدا عن دائره المسيح او دائره الله او مشيئه الله او 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 يعني لو جه ياخدك فك الموضوع. معانا تليفونات كتيره النهارده دكتور اوسام. ايناس من الجيزه اهلا بيك، اتفضلي. الو.
ايوه ايوه ايناس اتفضلي. ايوه مع حضرتك اتكلم اقول اسمك. اتفضلي خليكي معانا على التليفون. طيب اتكلم على طول يعني؟ على طول على طول كده. طيب انا بشكر الاكيد سامح ودكتور اوسم على الحلقه وموضوعها، لان فعلا بيسبب امراض روحيه كتير قوي لمجموعه المؤمنين. لكن انا يعني بسال سؤال، ان في المحبه، المحبه تتأنى وترفق، والمحبه تحتمل ولا تنتفخ ولا تقبح، لكن الحقيقه يعني ما جاش من ثمار المحبه الغفران، والغفران ده بيسبب امراض كتيره روحيه. فانا عاوز اعرف علاقه المحبه والغفران، ودي لوحدها وليه دي لوحدها. وبشكركم كتير قوي على الحلقه. شكرا شكرا. ربنا معاك. معانا ابو فادي. ربنا يبارككم لاجل الحلقه برضو. وزي ما الاخت اللي بتتكلم حقيقه انتوا بتدوسوا دايما على الجرح عشان تطلعوا وتوصلوا رساله حيه. انا عاوز اقول لو حد بيتفرج علينا دلوقتي من المشاهدين وقاعدين تتكلموا عن المحبه وبين راجل ومراته مشاكل باستمرار وفي عنف، الراجل بيسيطر على مراته ويمد ايده عليها مره واثنين وثلاثه وتغضب، وبعدين يرجع تاني بعد شهر شهرين ثلاثه يقعدوا معاه، وبعدين يروح يجيبها، وبعدين يتصالحوا، وبعدين يرجعوا تاني المشاكل، وايام وشهور وسنين الدايره دي موجوده. لو في حد بيتفرج علينا وعايش المأساة ده وبيقول فين المحبة، المحبة دي ممكن في الكتب، ممكن الوعاظ يدوروا عليها، بس المحبة دي مش موجودة. شكرا يا ابو فادي. شكرا يا حبيبي. دكتور اوسم، القضية والسؤال الجميل اللي اتسأل، المحبة والغفران. يعني ما هو في كورنثوس الاولى 13 في اشارة للغفران، المحبة تحتمل، تصبر على كل شيء، ترجو كل شيء. هو ده المادة الخام للغفران. الغفران هو البرهان الحقيقي للمحبة، الدليل العملي على المحبة. ليه؟ لأن بنتكلم عن المحبة غير مشروطة. يعني إيه؟ يعني بحبك زي ما أنت بالرغم من اللي أنت بتعمله. الغفران بقى إن أنا قبلك وبحبك ومسامحك بالرغم من اللي أنت بتعمل حاجات وحشة فيا، يعني أقصى درجات الاحتمال. هو ده الغفران، أقصى درجات التعبير كل شيء عن الاحتمال والصبر والرجاء. يعني لما بيقول مثلا في كولوسي بيقول إيه؟ محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح أيضا. هو أساس الباكج دي أو المجموعة دي، الاحتمال والغفران والتسامح، لو الأرضية المحبة مش موجودة الكلام ده هيبقى وهم تأملات. والمحبة دي حاجة بتتصب، لازم ليها شبكة أسلاك، يعني لازم ليها الميتريكس بتاعها. زي ما انت مثلا بتصب غاز الفريون مثلا في شبكه الاسلاك بتاعه التكييف فبتعمل السقوع او بتعمل انت. لو انا ما عنديش شبكه احنا المشكله اللي انا عمال بقول فيها ايه؟ احنا ما عندناش الشبكه دي، الشبكه اللي لما زوج وزوجه يتخانقوا مع بعض الشبكه دي تصلحها. ان الزوج ده ما ينفعش اتجوز واحد ملوش صحاب، ما ينفعش اتجوز واحد ملوش كبير، ما ينفعش اتجوز واحده مقطعه اهلها، ما ينفعش اتجوز واحده ملهاش مرشده روحيه. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنتجوز بقى ليه؟ الفرديه، انا ماليش دعوه بحد، انا وانتي ونبعد نفسنا عن العالم. ما هو ده الشعار اللي العالم رفعه. لا طب انا لما انا وانتي نتخانق مع بعض مين هيساعدنا؟ ايام مي كله في الدايره دي يعني. وبعدين عايز تواجهنا الايات دي اللي هي بتتكلم عن السقوعيه وبتتكلم عن محبه الله اللي هو غاز الفريون. طب محبه الله غاز الفريون موجود والسقوعيه مش موجوده ليه؟ عشان ما عندناش الانابيب اللي تتصب فيها محبه الله، العلاقات. عشان كده المسيح بيقول ايه؟ اذهب. اذهب يعني ايه؟ يعني سلك الانبوبه. بطرس الرسول يقول ايه؟ انا ادرب نفسي كل يوم لكي يكون لي ضمير بلا عذره من نحو الله والناس. احنا لا عايزين نحو الله بس، ودي لا، انا اسف، الكتاب المقدس في منتهى الوضوح والفجاجة في أن يتهم من يقول إني أحب الله ولا يخرج إلى أخيه. مش يبغض أخاه يعني إيه؟ لا أنا ما بكرهوش بس ما ليش دعوة بيه، ده بغضة. المحبة بتاعت الكتاب المقدس اذهب، اذهب عاتبه، اذهب اعتذر، اذهب اعترف. مش بس اذهب اعترف وبيقول ايه؟ لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى وانتم بكل نعمه معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بترانيم وتراتيل واغاني روحيه مترنمين في قلوبكم من الرب. في افسس بيقول ايه؟
اطرحوا عنكم كذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لاننا بعضنا اعضاء بعض. مفيش حاجه اسمها انا ربنا ومليش دعوه بحد، وانا عايز ربنا كده يجيني في المنام وينزل لي الملاك يحل لي كل مشاكلي، انا مش عايز حد. ليه؟ لان ما اطلبش من حد. دي ما انا بسميها مسيحيه الحجر المغلقه. الحجرة المغلقة المخدع مفروض، لكن المسيح كان يعيش. دي غير الجبل. المخدع دي المسيحية اللي أنا وربنا والناس جعب أي حاجة في الدنيا بقى. لازم لي علاقتي الخاصة بربنا، لكن لازم الناس. المسيح كان يقعد على الجبل بالساعات طول الليل يصلي، لكن طول النهار يروح يزور البيوت ويروح للناس كلها بتقرف منهم. مخاطرة. العكس، المسيح ما عادش في الهيكل، قاعد في الشوارع وفي الأسواق وفي البيوت أكثر ما خاطر. وقتلوه الناس اللي خاطر ليهم واللي شفع لهم أولادهم، قتلوه. لما الوقت بيجري والحلقة جميلة ومعنا تليفون وعندي سؤالين مهمين في الآخر. هارون أهلا بيك، تفضل. أهلا بيك. مساء النور. تفضل. ممكن أتكلم؟ أهلا. أيوة معاك، تفضل. أيوة أبو. أيوة يا هارون تفضل. أنا سمعت بطل صلاة من بنت مريم في ثالثة ثانوي. حاضر. طيب ربنا معاك. بص دكتور أوسم، احنا فضلنا 3 دقايق وانا نفسي في ام اتكلمت على ابنها اللي بيسرق 13 سنة عايزين نساعدها. ايه النصيحة اللي تديها لها؟ وطبعا واضح ان الولد شايف مثل قدامه بيعمل كده ربما، وما عندوش امان في حياته، ومش شبعان بالحب، عنده ايشوز كتيرة او عنده مشاكل كتيرة. كتير قوي تدور على علاقة الولد بابوه في السن دي. هما واضح انه الثقافة محتاجة، يعني تعمل ايه الست دي؟ تقول لها تعمل ايه؟ يعني حاجات كتير، يعني لازم ابوه يتدخل، لازم ما ابوه بيسرق. انا ما هنعرفش، يعني حاجات كتير ما اقدرش اقول حاجة يعني محددة. انه زي كل لكن تحبه، كل تفضل تحبه وتكره السرقة. ما تقولوش كلام اهانة فيه، لكن تقول انا بحبك يا حبيبي، لكن اللي انت بتعمله ده هيضرك. ده من ناحية. من ناحية تانية تعمل يعني يكون في عقاب للموضوع ده، بس عقاب مش مهين ليه. الحاجة التانية بقى، البحث في أعماق ده وفي علاقته بأبوه وفي إحساسه بالأمان والكلام ده كله. لو كان في خناق بين الأب والأم كتير يبطلوا شوية، حاجات كتير قوي. في نهاية الحلقة دكتور أوسم أنا بشكرك على الحلقة الجميلة دي، وأعتقد النهاردة حطيت إيدك على حتة مخفية في موضوع المحبة، العلاقات والانفتاح للآخر، وأن المحبة تدريب. هي ربنا بيسكبها فينا بالروح القدس، بس هناك ممارسات علشان المحبة دي تتمكن مني وتظهر في سلوكي. فأنا عايز أشجع كل المشاهدين إن إحنا ننفتح. المجتمع فيه أمراض نفسية كتيرة قوي، لكن نقدر بنعمة الله نعدي على ضعفات الناس، ونقدر نقبل ضعفات الناس ونحتويهم بالحب. وفي نهاية البرنامج أنا نفسي أشجع كل زوج وزوجة، اتدربوا على الحب. انا دايما بنصح المتجوزين واقول لهم العباره دي في البرامج اللي بنعملها، انه ربنا ما بيخلقش انسان زباله او انسان وحش. ربنا ما يعرفش يعمل حاجه بايظه سيئه، احنا اللي بنسوق انفسنا. ففي جمال في كل انسان. دوري على الجمال اللي في جوزك، دور على الجمال اللي في مراتك، وابداوا من النقطه دي. استخدموا الاساليب اللي قالها الدكتوره اوسم، او الساندوتش تكنيك في العتاب او في الحوار، وابدأوا علاقة. It's never too late. الوقت ما تأخرش أبدا، نقدر نبدأ من جديد. حبوا أولادكم، محبة الأولاد بتطلع جيل سوي. الحاجة الوحيدة لما تكتر منها ما تبوظش العيال هي الحب مش الدلع. فرق كبير بين الدلع وبين الحب. الحب دايما بيبني، الحب دايما بيشفي، ونقدر نطلع مجتمع وجيل مختلف تماما عن الأجيال اللي فاتت لو حبناهم صح. نفسي في نهاية البرنامج أشكر الدكتور أوسم مرة تانية، وأختم بالصلاة لكل أهالي. كتير طلبوا نصلي للأولاد، وفي البنت المخطوفة أو اللي مش موجودة. أمين. محتاجين نصلي لها ونرفعها كلنا في الصلاة. وأشجع كل المشاهدين يتفرجوا معنا، نصلي للبنت اللي من سوهاج أميرة، أن الرب يفك أسرها. أمين. وترجع لأهلها سالمة. والمليكة أو ملكة طلبت نصلي من أجل ابنها، كذا حد طلب نصلي من أجل أولاده. خلونا نصلي وإحنا بنختم البرنامج دوان. يا رب احنا بنشكرك لانك اب صالح، اب محب. نشكرك لانك يا رب قلبك بيشعر بينا، لك عينان بترانا واذنان تسمعنا، وقلب يشعر يا رب كل حزين وكل محبط وكل مكتئب.
يا رب انا بصلي من اجل اولادك اللي طلبوا ان احنا نصلي من اجلهم النهارده يا رب، بالذات اميره يا رب انك تفك اسر البنت دي يا رب، انت اللي انت اللي ترجعها لاهلها، انت رب قادر تفتح ابواب السجن، انت قادر تطلقها حره يا رب باسم المسيح يا رب. والولد اللي بيعمل حاجات غلط وبيسرق وبيعمل حاجات يا رب، مامته مجروحه جدا وتعبانه جدا يا رب، انا بصلي للام تديها حكمه سماويه نازله من فوق وتملا قلبها بالحب لابنها، وتملى يا رب قلب الابن ده بالحب يا رب، انت اللي تقدر توصل له، انت روح الله اللي تقدر تنادي عليه يا رب. كمان التعبانين نفسيا او المكتئبين او الحزانه يا رب، انت الطبيب العظيم اللي لا يعصر عليك امر ولا مرض يا رب، تعالى بلمسات الهيه لكل واحد بيشاهدنا النهارده في البرنامج ده، وان باسم المسيح ليك كل المجد، نعظمك يا رب، امين.